احنا نعاني من بعض اشياء، منها شفافيه، منها مصداقيه، يعني من ان يكون ذي حق حقها، تكون نحترم الكفاءات، نحترم بعض الاولويات. كاين بعض الاولويات في الميدان لا نحترمها. اما يسمحوا لي بعض الاخوان، انا مثلا واحد عنده مصدر دخل وما نسميش، عنده مصدر قار ما نسميش، وغادي نعاملو كيف كنعامل واحد المصدر وحيد ديال الدخل ديالو هو هذا الميدان. كيف غنفسر هذه القضيه؟ تقول لي قانون؟ واش من قانون؟ قانون خاصنا كيفاش تفعلوا القانون، ماشي غير نفعلوا في جانب المحيط وتكون عندك تفعل عن جميع المتدخلين، وزاره الثقافه، وزارة الإعلام والاتصال، الإذاعة والتلفازة، كاع الناس المتعاونين كلهم، الناس اللي بوات برودكسيون يعني شركات الإنتاج، كاع جميع المتدخلين خاص يكون عندهم هذا القانون ويحترموه، يحترموه. وديك الساعة يمكن نتكلموا على القانون، واش غادي واش غادي إضافة غادي يضيف لي أنا كفنان. إذا ما تعالجت هذه الأشياء هذه المحيط، لأن المحيط ليس أهلا لمثل هذه القوانين. المحيط ماشي أهل لهذه القوانين. يكون قانون، ولكن يكون الهيئة له الأجواء ديالو، الهيئة له المحيط ديالو فين غنخدمو. هي كاينة بعض الأشياء في المغرب، المواطنين متيفهمهاش، دابا هذاك صبح حق بالنسبة لدوك الناس، صبح لهم حق، صبح حق، دخلوا على أساس أنه حق، باش تلغيه بين عشرين ضحاها، شنو هي الطريقة؟ شنو الطريقة؟ يمكن نتكلموا عليه دابا، دابا حنا في آخر النيابة ديال 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 البرلمان، نتكلموا عليه دابا، نتكلموا على المستقبل، ويكون المعالجة ماشي غير على مستوى البرلمان، مستوى الوزارة، كاين هي أشياء متشعبة ومتداخلة. الريع ما يسمى بالريع راه ما كاينش غير فيه، راه كاين عندنا حتى في الميدان الفني، وما نكذبوش على روسنا، ما نشوفوش غير البرلماني، ما نشوفوش غير الوزير، راه الناس عايش على الريع، على هذاك اللي موظف شبح وكيترقى، مش في شهادة حتى هو، كنلقاو مثلا موظف بنفس الدرجة في واحد القطاع يتقاضى اضعاف اضعاف ما يتقاضاه موظف اخر بنفس الرتبه بنفس الدرجه بنفس المستوى بنفس الشواهد. هذا حيف، حيف كاين فوارق، وكاين مجموعه الاشياء اللي خصنا نتكلموا عليها، خصنا نعالجوا في اطار شمولي، خاصنا نعالجوا هذه الاشياء في اطار شمولي، ما نبقاوش غير حاصرين. فعلا كاين هذه الاشياء وكتحز في النفس، ولكن خاصنا فين نغطيو الشبش بالغربال. يمكن نقف نتعامل مع في الاختصاص ديالي، ولكن هذاك اللي كيقدم مشروع كسيناريست او كمؤلف، انا ما عمري طرح لي هذا الموضوع باش نقول لك اش غنخدم ولا ما نخدموش، انا ما طرحت المواضيع، ولكن هذا الموضوع الا تطرح واش غيمر من القنوات اللي كيمر منها باش يوصل للممثل، حيت الممثل هو اخر حلقه في ممثل، هو اخر حلقه، ممثل اخر واحد شخص كنفكروا فيه. دونك الى غنتكلموا على هذا الجانب، واش كيتعالج ولا ما كيتعالجش، كيطرح ولا ما كيطرحش، نبداو يعني نبداو من راس العين ونشوف. لا هو طبعا ما رايناه وما تابعناه يحز في النفس، ما يمكنش كمغاربه اننا نقبلوا بهذه الاشياء. انا لا انا يعني أرفض بتاتا أنني نشوف مظاهرات يكون فيها نوع من العنف من هذا الجانب أو الجانب، باش ما نتبناش شي موقف معين. بالنسبة لي حزو في النفس، مما حزو في النفس أيضا أنني كنشوف واحد الطالب قضى سنوات من التحصيل ومن الكفاح ومن الاجتهاد، يمكن والديه تقطعوا وخذوا من المصروف وبقاو بالجوع عطاو باش هو كي لأن كان تشوف فيه الأمل ديالهم، ويجي لهذا مرحلة ويحس بهذا النوع من الإحباط. طبعا الحل حتى واحد ما غيقبلها، ولكن أنا غنرجع لواحد المسألة، هو أن الدولة ما كانش عندها استراتيجية، ما كانش عندها مخطط على المدى البعيد. هادشي راه ماشي ولد اليوم، ولد سنوات، ماشي ولد سنوات، كان تراكمات. غير الطالب اللي يدخل الجامعة، الطالب قد يدخل الجامعة، تدخل الجامعة، ولكن من بعد الجامعة بالنسبه لهم اللي كياخذ شهاده
عنده في الدستور ديالو يكفلوه له حق التشغيل. الدستور جا كيما في الدستور، دونك ما كتعرفش شي حاجه ماشي من حقه، وكيكافح وكيجتهد وفي الاخر تجي تقول له ما كاين والو، راه يعني بين قوسين راه حبره هادي. اي تحت واحد ما يقبلها. الدوله ما كانش عندها استراتيجيه، ما كانش عندها استشراف للمستقبل. عاد دابا كنفكروا انه اسمي خصنا نشوفوا ان التكوين كي خاصو يمارس حاجيات ديال الشغل، حاجيات ديال الدوله، الخصائص اللي عند الدوله. عاد دابا كنفكروا في هذا الشيء، هما اللي جاوا لي بالهم فكروا في العمليه هذه. كيقولوا كانوا معاهم، كانوا مارت هما دوزوا 10000 واقيلا اعتقد، وعندهم بغاوا 7000. ملي دوزتي بالنسبه له واحد القيته كان انه بمجرد انك تمر من المباراه، تنجح المباراه، كتصبح استاذ الطالب، استاذ الطالب. دابا ولا كيعطيو تسميه، هذوك يسميوها، هذوك يسميوها، لا هو راه غير طالب، غير طالب، ما ماشي استاذ. هنا دخلنا في واحد الاشكاليه، على هذا الشيء ما كانش التفكير فيه من قبل، حتى تطرح المشكل. عاد 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 ملي كنقول لا هذا ما هذا، ملي كان ما عرفتش حنا مشكلنا، نقولوا نرجع ليه، نرجع ليه المشكل ديال الاساتذه. حنا تعودنا اننا في المغرب كنخدموا بهذه السياسه ديال كنا كنخدموا بها، ونتمنى ان دابا مابقاش نخدموا بها. كيجيو كيقول لك غنخلقوا واحد التجزئه، واحد الحي، كيقول لك هذا الحي فيه مثلا 100 مسكن بمعدل 5 الانفار، 5 الناس في البيت، هي تعطينا 500 الناس. نصيبوا الطريق على 500 الناس، نصيبوا القوارص على 500 الناس، نصيبوا الضوء على 500 الناس. واحد القطار كنساو بانه ديك 500 راه بحكم الظروف اللي كنعيشوها، راه كلشي غالي، كيسكن مع دورهم، حتى هو غادي يسكن مع، غادي يتزوج، غادي يسكن كديك الاسره، كتفرق وكتولي اسر. كانوا يقولوا دابا ولا عندنا مشكل، حنا مشكل، وما عندنا، نقول لكم الفيضانات، القواس كيتخلقوا، الطريق كيولي ازدحام، كيولي اخره، حيت ما فكرناش نهار الاول انه 500 الناس راه ديال دابا، ماشي ديال هذه 10 سنين، 10 سنين خصنا نفكوا في 10 سنين باش المشكل ما يبقاش مقطوع عندنا. حنا ما كان للاسف ما كنخدموش بهذا الشكل هذا اللي كيخلينا انه نتفاداو مجموعه ديال المشاكل، ونخدموا وحنا مرتاحين، نخدموا وحنا مرتاحين. ملي كيطرح المشكل، طبعا كل شيء، حتى واحد ما عندوش مشاكل، ولكن كيطرح المشكل ما كتعرفش بالحده، ما كتعرفش بهذه الحده هذه، لانه الناس لو كانوا فكروا هذا المشكل ديال الاساتذه المدربين، او ما عرفوا ما كيسميو غير الطلبه ولا ما عرفت سميتو، الاساتذه المدربين ما كانش يطرح المشكل. نهار الاول بغيتي 7000، الكونكور دوز 7000، صافي في الكونكور في المباراه غندوز 7000، وثاني المشكل تحل من نهار الاول، ماشي حتى دوزتي 10000 عاد تقول لا خاصني غير 7000. طبعا هو الفنان يؤدي رساله، ويجب ان يكون اهلا لهذه الرساله، متبنيا للمواقف الانسانيه، مواقف الاخلاقيه، مواقف الوطنيه. هذا المشكل هو ديال الاساتذه مثلا المتدربين، هو جزء لا يتجزا من مجموعه ديال المشاكل، والشباب العاطل والدكاتره المعطلين، ويعني والكفاءات اللي مغيبه الى اخره. دونك بالنسبه لنا حنايا نتعاطف معهم كفنانين، ونتبنى مواقفهم، ونتمنى ان يصلح الخلل، ونتمنى انه احنا كفنانين نساهموا بشكل او باخر في التنوير، ويمكن في ايصال الرساله للناس المعنيين. اذا طرحت نصوص وطرحت بعض الاعمال، ساكون سعيدا انني ادي دور يجسد هذه القضايا هذه ان شاء الله. بالنسبه للمجال الفني على مستوى البرنامج اللي كاين ان شاء الله، والمشاريع اللي موجوده، انا الان عندي التزام مع الفرقه التي اشتغل معها منذ سنوات، هي فرقه مسرح فنون الحاجه فاطمه بن مزيان الله يرحمها. عندنا جوله ان شاء الله مع الجاليه المغربيه،
في خارج الوطن خصوصا في اوروبا، ومن بعد ان شاء الله تكون في كندا وامريكا. اوروبا تقريبا عندنا واحد شهر ونص تقريبا ديال الجوله بمسرحيتين، غنكونوا كنأديو ونعرضوا جوج مسرحيات في نفس الوقت، يعني بتناوب. المسرحيه اللي هي مسرحيه تاسيسيه وكانت بشراكه مع وزاره التسجيل والنقل اللوجستيك ومع طبعا الجاليه وزاره الجاليه، غادي تكون هي مسرحية السلامة أستاذ مولانا، وهي مسرحية تحسيسية وكان في قلب فكاهي كوميدي، طبعا في أسماء كبيرة، وتقريبا هي نفس الأسماء اللي تقريبا بواحد الشكل كبير نفس الأسماء اللي غتكون في العمل الآخر اللي هو يمكن تعرفوا عليه بعض الجمهور، هي بنت نكافة بيران، مسرحية الفكاهية الكوميدية المرحة طبعا، وغتكون فرصة طبعا للقاء مع المواطنين ديالنا والإخوان ديالنا في المهجر، وطبعا اللي يمكن عرفهم أنهم بحكم أنني تلقيت بهم في فرص ومناسبات عديدة، كنعرفوا أنهم أكثر من يهتموا بالثقافة والفن المغربي، وأكثر تتبعا ويعني إلماما بالساحة الفنية والثقافية المغربية. بالنسبة للجمهور اللي كيعرف حسن ميكيات وكيحب حسن ميكيات، طبعا أحبكم ربما من خلال يعني بعض الرسائل اللي كتوصلني في الفيسبوك او في بعض المواقع ديال التواصل الاجتماعي، كتوصلني كيقولوا بانني كنغبت شويه على الساحه. الغياب هو يمكن على الشاشه واحد 3 سنين تقريبا ما اشتغلتش، خصوصا في شهر رمضان، لانه كان جوج العوامل، علاش جوج الاسباب، انه غالبا شهر رمضان كان عندي التزام بالجولات داخل وخارج الوطن مع فرقه فنون الحاجة فاطمة مزيان، وهذا كان سبب، وكان سبب آخر أنه حتى بعض أنه تقريبا المشاريع اللي تعرضت عليا تكاد تكون منعدمة، باش ما نكذبش عليكم نقول لكم رجعتني مشاريع رفضتها ولا رفضتها. الصراحة هي هذه، أنا تعودت أنني نخاطب الجمهور اللي كيتبعني وكيبغيني كنخاطبه بقلب مفتوح، ولكن راكم في القلب وانا موجود في الساحه، اشتغل بالمسرح باستمرار، دائما انا موجود في الساحه، والمسرح طبعا هو حبي الاول وحبي الاكبر، وحبي لكم طبعا مماثل، وان شاء الله نتمنى انني نكون دائما على عند حسن الظن ديالكم، احبكم.